بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع وفد من الاتحاد الأوروبي الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات بين أربيل وبغداد وكذلك العملية السياسية في الأقليم. وأشاد نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جين كريستوفر بيلارد أشار بالأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، مؤكدا اهتمام الاتحاد باستقرار إقليم كردستان وتمتين علاقاته مع بغداد.